صباح الخير يا أصحاب أقلام الحرة بلبنان، من خلالكم بدي وجه هالرسالة لهالناس حتى تسمع. اليوم كنت على الباور بريكفست، وكان على الطاولة موجود بناء لدعوتي، رغم كتير حاول يا أخي أنا عندي بادجت، عندي ميزانية حطت لي إياها الدولة اللي حق أدفع، خليني ادفع. قلت له أنا عزمكن وعزمت لأني عزمت كاردينال أمريكي كتير كلوز حد البابا فرانسيس، والقصة بلشت هي مش لأنه بس من الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه وقت اللي انتخبه البابا بنديكتين نخ عليه قال له أمي قالت لي أنه أنت لازم تكون البابا. قال له أمك قالت هيك؟ قال له إيه. قال له ليش؟ قال له أمي كتير معجبة فيك بالأرجنتين، كيف أنت بتنظف الشقة تبعك، حياتك هالبسيطة اللي عايشة. وبيقلنا أنه كل مرة كنت نلتقى باجتماع الكارديلي وهو كاردينال مثلنا، وكان ينخ علي يقرب ويقول لي كيف أمي. فيبدو علاقته كتير حميمة مع قداسة البابا فرانسيس بالحقيقة قديس. حكي البوس وحكي الكاردينال، وبالحقيقة كانت ترويقة رائعة، بدو مفكرين يجوا يقعدوا يسمعوا بهالشي. ومثل ما بتعرفوا أنا ما بيكل لأني فيجن وفيجن القاصي، فما أكل ما بيعني شيء لألي. إذن كنت مستمع مني ملهي بلقمة الأكل. إجا دوري قال تفضل. بعد ما سمعني قلت له أنا هل في إزعاج إذا حكيت عن لبنان؟ طلعت بالكاردينال وبالبوس قال لا أحكي عن لبنان. شو لبنان موبيل الحديث المهم اللي حكيوه عن هالكرة الأرضية، كيف عملية إخلاصي كأرض وبالشعوب اللي فيها، وشي أنا عم بحكي عن صغرتها وعن لبنان، يعني شي بيبكي بس هيك بعرف. قلت لهم المرض الكبير، خد بعض النوت خليني يكون صادق مش يعني أعرف أحكي معكم، قلت لهم المرض الكبير الموجود بلبنان مرض ديزيز، إنه ليستفادوا من الشخص، طب مش من جابته، هو بده يسرق المال العام بلبنان وبيفيدهم، هذا بوظيفة وهذا هون وهذا هون وهذا بأدوية وهذا وهذا، الطريقة هيك. بس المشكل إنه الناس عكتر منا مهزومة وراكعة تحكي عنه بصفات لهالشخص، يعني الرسل ما عندن ما بيملكوها هالصفات هيدي، ولكن الرسل يا جماعة ما بيصدق هالحكي لمن بتسمعوه. يعني اللي مبين انه اغلب الناس وخصوصا المنافقين يلي الشو أوف بيفرجوا هني منوفقين، صاروا خارج نطاق الحياة، يعني ما عاد في حياة بتنبض عند الناس. قلت له والمشكل ان نخسروا الكرامة تبع عن الدنيا تخسروها. وما عاد عندن ولا صفة، ولك حتى صفة الشجاعة ما عاد تعني لألن شي، ما عاد عندن نخوة، تركوا الدين وشوهوا الدين وشوهوا الإنسانية بالحكي اللي بيقعدوا يحكوه بدون معنى، كله عن هالشخص، تمجيد الشخص. كل كان بتعرفوا قلت له مونسينيور، كل كن بتعرفوا انه الكرامة هي جوهر الانسان،
بمعنى أبسط الكرامة هي الإنسان قبل كل شيء. تقول له بتطلع بالناس بتشوفهم بيبيعوا كرامتهم وبيعضوا المنافقين بدهم تبرير على بيع كرامتهم، انه ايه انتوا قوموا حكوا الناس والا ما بنعيد ما بتعيدوا تستفيدوا، بررولنا منافقيتنا وكذبنا واحتيالنا على هالشخص لهالشخص. كل القصة منفعة بسيطة كتير، هي بالميل العين. هيدا بيجيب مرته بيتجوز بينقلط تكون حد البيت. شغلي بتبكي. أكتر الناس اللي بعرفهم ولك بيعوا كرامتهم ولك علقوا كرامتهم للزعيم الأوحد لهالشخص، هو نفسه تيضل ضبطهم بيدعسلن عروسهم بجزمته بصبوته. إذن بعد ما قلتلكن هيك لحكن تقولولي ولك يا عمي طيب عن أي كرامة أنت عم تحكيها؟ عن أي شعب صحيح هالحكي؟ وبعرف إنكم قلوا بوس أنت بتعرف هالشي كله، كمبيوتر بفرشيكي هكله، ما في أسرار بلبنان. السفارات لكل دولة بتعطي البلاد أشفي، بس ما بقى في كرامة عند الناس، ما بقى في شيء. طبعا أنتو يعني بتقولوا لي عن أي كرامة عم تحكيها على هالطول، وصحيح الحكي. يعني أنا عن حاول إني فهمون إنه الشجاعة هي إنه يخلق الإنسان من البؤس الحياة. لك في بؤس رهيب، لك ماتت الحياة بلبنان، في الشخص هو المؤله، بس بيضل في شوية أمل لما بتشوفه هالشعب السوري بهالثورة النبيلة الكبيرة اللي قايم فيها، رغم كل هالإلام، رغم كل هالدمار، رغم كل هالظلم اللي صاير، بتشوفوه للشعب السوري حتى بالمخيمات اللي موجود فيها بتركيا وبالأردن وبلبنان، حتى بالسفر بالمي ويموت بتشوفوا عم يخلق الحياة. ولك هالقوافل من الشهداء اللي عم بيقدموها على مذابح الحرية والكرامة والاستقلال والعزة، هذا شعب تنحيله راسك شئنا أم أبينا. مثلا هالإرهاب اللي صار عليهم عملتوا النازية قبل منهم، قبل بيت الأسد، قبل من النظام الإرهابي بإيران سوريا حزب الله والحشد الشعبي وحاجدين هالطائفة الشيعية الكريمة على هالحرب المدمرة. وبأكد لكم بين هلينا ما ممكن إلا إيران بدها تدمر لبنان مثل ما أنا عم بتدمر سوريا ومثل ما دبرت العراق. مخطئين كتير اللبنانيين إذا بتفكروا العكس، خصوصا إذا بلفوكم بالحكي صدقتوهم. طيب بتشوفوا الشعب اليهودي بالعالم، الشعب الكبير اللي اجى الارهاب الهتلري الفاشي وذبح ابرياء للشعب اليهودي الكريم بهولوكوست 6-7 مليون نسمة حرقهم بالغاز وقاموا وراحوا على أهم الجامعات وأهم المدارس، وتقعد الأم وتنام على أولادها تتشوف فرضن ودرسن، ليه بتحكي معهم، ليه بالقماش وليه بالشوقوف وليه بالسيارة وليه بالبيت، تقعد بتنام تتشوف فرضن، تتشوف إذا عملوا فرضن مزبوط وإذا حفظوا درسن.
راحوا على الجامعات، على أهم جامعات بالكرة الأرضية وأصبحوا أساتذة. هذا شعب خلق الحياة بعد هالقهر والظلم اللي جاي عليه. تحية لشعب سوريا إنه ماشي على نفس الطريق، وهذا صحيح الحكي. تاني شيء، آخر شيء يعني قلت له، بدي أحكي عن الدستور. أهم من كل هالحديث اللي حكيته، قلت له الدستور. لك يا عمي، الدستور اللي بيسيطر على السلطة، الدستور اللي بيرتب أمور الدولة والمواطن، ولك الدستور هو شرف الشعب. هذا الدستور انتهكوه ملايين المرات. بيقيسوا الدستور على قد قياس الشخص، ولو بتتفرجوا على الشخص مليعان يعني شي رحل كان كتير عنه قلت له، وبيرجعوا يقيسوا الدستور على قد ولاد الشخص. يعني من حافظ لبشار لحافظ، هيك بيقولوا لكم العملاء اللبنانيين على التلفزيون، يحكوا عن حافظ ابن بشار كيف بده يحكم. ما في شيء بسوريا بده يحكم. شوفوا الامراض، الامراض اللي بعقلهم. الدستور بلبنان قلت له مون كاردينال مثل العاهرة، بيغتصبوها كل يوم، الشخص وولاد الشخص. هذا شيء الظلم اللي ما بيصير. بس مثلا قلت له مونسينيور، أنا بحني راسي قدام الغنيم، في بعض الأحيان الغنيم بيروحوا ضد الراعي، هو الراعي اللي بيخدن على الشرب وعلى الأكل، إنه لا نحن بدنا نرعى بغير محل، بيمشوا هني بالطريق على غير محل وبيخلوا الراعي يلحقهم. نحن هني غنم عند الشخص، وهو مش الراعي، هو بيسرق المال العام وبيفيد منه. والراعي بياخد الغنم مثل ما قلنا للأكل والشرب، نحن الشخص يخدن على المذبحة، مذبحة الفقر والجهل والظلام، حيث لا يوجد حياة وإنسانية. يا أخوان، بتمنى عليك أن تسمعوا. تحية، تحية لبنغوريون، تحية لجولدا مايير، تحية لإسحاق رابين وللقادة الإسرائيليين. روحوا تشوفوا هالدولة اللي اسمها إسرائيل وتفرجوا عليها. يتحاكم رئيس جمهوري وبيفوت على الحبس، ويتحاكم رئيس وزراء وبيفوت على الحرب، بيفوت على الحبس. تحية لشعب سوريا، مثل ما قلت لكم، شو بدي دار ردد عن هالثورة المجيدة الكبيرة، هالثورة والتضحيات هي لحماية الإنسان والإنسانية. شكرا وألف شكر يا أصحاب أقلام الحرة بلبنان.